بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهارده بإذن الله نعمل الحمام الكلبي. دي معلقة زبدة اهي حاطينها، نحط عليها البصلة بتاعتنا، نخلط معاها حبة فلفل أحمر، دي عشان الحشوة بسيط كده، بنشوحوها بس شوية. السلام عليكم، رجعنا لكم تاني. بطاطس صويا كده متوسطة، هاخد تشويحة برضه. نشوحه بقى مع بعضهم حلو قوي، ونجيب كمان المرقه بتاعتنا، وبعد كده هنحط ايه شويه وبعدين نرجع لكم تاني. السلام عليكم. وداخل لكم الرز اهو، بصوا معاهم خلطه كلها. ده رز حط على التحديث اللي عمل بيه. وبعد كده نحطله ونرجع هنعمل لكم نص الفنجان المايه لازم معاهم عشان يسووا شويه بطاطس والجبنه كده كده هتستوي. نرجع لكم تاني. نص كوبايه نص كوبايه ميه بس كده صورينا، عشان عندنا هنا الجزر والبزله والبطاطس لازم ياخدوا تشويحه كده مع المايه بتاعتها. ناخدهم بقى من شويه كمان لما هيدخلوا كمان نكمل صور في الشغل. نروح كده عليهم، نوطي عليهم ونرجع لكم تاني. السلام عليكم، رجعنا لكم تاني. وادي الوراك، الوراك اللي هي هتتحشى حمام الكذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده مخلي، مخلي اهو ماشي. هنحشوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالخلطة اللي اتعملت بس كده، خيط كمان معرفش خيط كمان. حشينا احنا دول، وبنوريكم الحشوه وبنخيطها احنا بس عشان ايه كنا بنخيطوه. ايوه الحمام الكذاب.
نخلصها ونرجع لكم تاني. خلصنا الحمام السلق. بس احنا نديله تشويحة الأول على النار عشان يطلع طعم كويس. خليني ارجع لكم تاني. السلام عليكم، رجعنا لكم تاني. شربة الملوخية اهي. وده الرز بتاع الخلطة. الباقي ما بيستوى الباقي منه. هنا معانا السلام عليكم الملوخيه التقليه بتاعتها هي على النار. ثوم وكركم. اه وهجيب لكم الملوخيه عشان تشوفوها من هنا. طبعا احنا عندنا ايه شوربه، لو لقيناها اتخنت مننا بنزود شوربه عشان دي من الملوخيه اللي هي بتتخن قوام من السعيده بقى، انت عارفين بتبقى جميله ازاي وطعمها زي العسل. دايما حاجه السعيده تجيبيها من السعيد بتبقى عسل فعلا، غير اللي موجوده هنا في اسكندريه. مش بقول يعني ان هي وحشه لا، بس طبعا بتاعت السعيد بتبقى احلى، معروفة للناس كلها بتبقى. هذه هي الصنف بتاعها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، رجعنا لكم تاني. بنعمل الملوخية اهي. تمام. تقلية بتاعتكم. حتة بقى جميلة ما اقولكمش على الحتة بتاعتها ولا طعمها الجميل.